السلام عليكم. طب اس اس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين. ممكن ادخل؟ كلمة السر. لا موني اللي غاروا مني. اذا هيك معناتها انت من الجماعة. هات موبايلك لو سمحت. اوف ليش بقى؟ اخي هيك التعليمات، ممنوع اصطحاب الموبايلات او اي وسيلة اتصال على الاجتماع. اذا هيك معليش. شريف لحظة. لك شو بك ليش هيك عم تفتش؟ اجراءات احترازية. هلا فيك تفوت. يلا. السلام عليكم. اس اس. السلام عليكم. طب اس اس. السلام عليكم. طب اس. نعم نعم. لك عم بسمعك. شو هالحكي؟ لك عم تحكي جد انت؟ اعطيني العنوان لشوف. ايه طيب خليك متابع الموضوع وشو بيستجد معك بتتصل معي فورا. موفق ان شاء الله. مع السلامه. يا مساعد احمد. كرام سيدي. اهلا يا احمد. عود اشوفك. عود. خير سيدي؟ في شيء؟ شايفك مبسوط. حدسك بمحله يا مساعد احمد. هلا وصلتني اخباريه انه عصابه الموت الاحمر عاقدين اجتماع سري للغايه، وراح يقروا بهالاجتماع تنفيذ خطه اجراميه على مستوى عالي، والتفاصيل كلها صارت عندي. شو هالحكي سيدي؟ وشلون قدرتوا توصلوا لهيك معلومات دقيقه؟ اي ولو شو شايفنا عم نلعب. ولمعلوماتك يا مساعد احمد، عصابه الموت الاحمر مخترقه. عصابة الموت الأحمر مخترقة؟ إيه نعم، لأنه نحن قدرنا نزرع بين العصابة عميل سري بوسائلنا الشخصية، وهالعميل عم بيزودنا بالمعلومات والتفاصيل أول بأول. سيدي هالكلام اللي عم تقوله خطير كتير وحساس. يعني اللي بقصده إذا قدرنا نلقي القبض على عصابة الموت الأحمر منكون حققنا أكبر إنجاز بتاريخ قسمنا، ورح يصير لهالإنجاز طنة ورنة، ومو بعيد أبدا يطلعونا ببرنامج العدالة وجوه كثيرة. هذا شيء أكيد يا مساعد أحمد، ولذلك بدي العناصر هلأ على أوبة الاستعداد، لأنه بدي أعمل كميل لهالعصابة، ما خلي واحد فيهم يفلت من بين إيدينا. ولا يهمك سيدي، العناصر كلها جاهزة. مع السلامة. يعطيك العافية. لحظة، وين رأيي؟ كلمة السر. لاموني اللي غاروا مني. هلأ شريف. لا ابرعد. مور معلم. يعني ما بتعرف اني انا بكري الاشرس رئيس عصابتكم؟ ولو يا معلم، وهل يخفى القمر؟ انا اللي بعرفه. لكن ليش عم تسالني عن كلمه السر؟ يعني معلم عدم المؤاخذه، يعني بركه الجنائيه بعثوا لنا واحد بيشبهك وقدر يندس بيناتنا على غفله. علي يشيل علي يشيل بنروح كلنا دبلكه. لا والله فهيم فهيم ما بكشي. انتتر لورا هيك، انتتر من قدامي. عمى جلوس. أعزائي وأحبائي أعضاء عصابة الموت الأحمر الموقرة، أصدقائي اللصوص والنشترية وقطاعين الطرق المحترمين، نحن اليوم مجتمعين هون لحتى ننفذ باكورة أعمالنا الإجرامية، وطبعاً أول عمل إجرامي لعصابتنا لازم يكون متميز مختلف جديد. يعني لازم تكون العملية نوعية لحتى نعلن بكل فخر عن ولادة عصابة جديدة رح يكون إلها دور كبير وفاعل ومنفعل ومفتعل وحيوي بعالم الإجرام والسطو والسلب والنهب، أسوة بغيرنا من المتفوقين في هذا المضمار، وقدوة بمن سبقنا ومهد لنا الطريق. وطبعا الهدف اللي وضعناه بين عيوننا هو الدخول إلى عالم الجريمة المنظمة من أوسع أبوابه. ومثل ما بتعرفوا
العالم اليوم تحول لقرية كونية صغيرة، وبهالعصر هذا عصر العلماء والتكنولوجيا والاتصالات واندماج الشركات العملاقة، ما عاد في مكان للعصابات الصغيرة والإجرام الفردي، ما عاد في مكان. حتى الجريمة تطورت وتوسعت وصارت تمارس على مستوى شمولي، والعصر هذا اللي عايشينه هو عصر المافيات الكبيرة واندماج العصابات الضخمة متعددة الأغراض، عصر غسيل الأموال، غسيل الأموال، تجارة الممنوعات على مستوى العالم كله. وعلى عينك يا تاجر، إلك نحن لازم نساير العصر ونواكب التطور يلي صار بعالم الجريمة. ولهالسبب مطلوب منكم أول كل شيء تنمية المهارات الفردية وتطويرها وتحديثها. يعني والله العظيم يا شباب كتير صعب علي اني اشوف زلمي ومحاسيبي يلي عطيتهم الفرص حتى ينهبوا ويعملوا ثروات ضخمة، كتير صعب علي يخونوني ويستوطوا حيطي ويديروا لي ظهرهم، او انهم يحسوا حالهم اهم مني مثلا. اعوذ بالله يا معلم، مستحيل نفكر بهيك شيء، روحنا فداك. عظيم جدا. بعدين يكون بمعلوم الجميع انه انا يلي بخطط وانتو يلي بتنفذوا بدون ما حدا يسأل ليش. وتأكدوا يا شباب انه المستقبل قدامكم مو وراكم، وبكرة بصير عندكم قصور، مزارع، اراضي، فيلات، مثلكم مثل اي مليونير غير شرعي بهالعالم ابدا. واحمدوا ربكم انه ربنا سبحانه وتعالى بعتلكم رئيس عصابة من فتح عصري مثلي، وإلا كنتوا راح تضلوا طول عمركم لصوص صغار وحرامية. هات إيدك والحقني. إيه والله مزبوط، الحق بإيدك معلم. يا شباب أنا لميتكم من الشارع عدم المؤاخذة، يعني من المزابل، من السجون، من الخرابات. أنتوا كنتوا مثل الصراصير حول البلاليع، مثل جرادين السياقات، هيك كنتوا مثل جرابيع المجاري بلا منقود، وكل واحد منكم كان عم يلاطش ملاطش هي حتى يلاقي بيك باص يضبه. وهي جيت انا فتحت لكم صدري، اوليتكم ثقتي، فيا ريت تحلبوا معي صافي ونضل ايد بايد حتى نقدر ننافس بالمستقبل المافيات والكارتلات والتروستات العالمية. يا معلم نحن وراك للموت. عاشت عصابة الموت الأحمر. عاشت 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 عاشت. بس معلم نحن لهلأ ما بنعرف طبيعة العملية اللي بدنا ننفذها. العملية جاهزة على الورق وبتصور إنها مضمونة 100%، والتنفيذ اليوم بالليل. طيب ممكن نعرف شو نوعها معلم؟ يعني يا ترى تهريب، تشليح، سطو مسلح، سرقة، نهب، خلع؟ معلش مو مهم تعرفوا هلأ التفاصيل، تاخدوها قبل التنفيذ بنص ساعة. على كل حال يلي بقدر لكم يا هلأ انه العملية اسمها رق الحبيب، وراح نكون كلياتنا مشتركين فيها، هذا طبعا غير العناصر يلي عم تدرس الجو وعم تراقب مكان العملية. وحتى يرتاح فكركم راح اقلكم انه العملية عبارة عن سرقة $500,000 من شركة تجارية ضخمة. بقى هلأ خدوا لي بريك، خدوا فيه سوفت درينك، شربوا قهوة، شاي، زهورات، لعبوا ترنيب، نو بروبلم أتول. المهم هلأ لازم تبقوا هون لوقت التنفيذ، لازم تعتصموا وممنوع على اي حدا يغادر المكان ولا بشكل. ماشي الحال، انصراف عشوائي. الله معكم. ابرعت؟ اهلين امور. بعد اذنك هالموبايل بدنا نحكي تليفون. اعوذ بالله، ممنوع منعا باتا. وليش بقى؟
ليش هالظلم المالو برا؟ لك اخي هيك التعليمات. بعدين هذا الشيء لا هو ظلم ولا له تعسف مثل ما عم تتفضل، هذا كله للمصلحه العامه، لمصلحه الموت الاحمر. ها وليش بقى؟ لك يا بني ادم، اذا حكيت تليفون ممكن تنكشف عمليتنا وتفشل، وساعتها انت رح تكون المتهم الاول بتدس علينا عند الشرطه، وهذا الشيء مو مصلحتك. بقى عود عائل احسن لك. شو بنا ابرعد؟ هلا معقول انا احكي شيء برات الطريق؟ لا مو معقوله، بس بعالم الجريمه المنظمه لازم نحسب حساب لكل شيء، كل شيء معقول. بس يا ابرعد انا بدي احكي مع مرتي والحكي رح يصير قدامها. لك وايش كان مع مرتها؟ في شيء بالدنيا اسمه تشفير بالحكي، الحروف بتصير ارقام والارقام بتصير اصوات وكله على الديجيتال. انت ما بتعرف الديجيتال؟ ولو انا اللي بعرف الديجيتال، بس يا ابرعد انا ما كنت عامل حسابي اتاخر عن البيت، مشان هيك بدي احكي مع مرتي وطمنها. لا يا طيب، ليش نحن من ايرتك ان نحسب حساب النسوان ونخاف منه؟ اما هي سمعه مجرم وبيخاف من مرته؟ لوين صارت هي؟ ايه وشو النتيجه هلا؟ اخي لا تحاول، طلبك مرفوض، بعدين ارجع لجوا قبل ما يطلع المعلم بكري ويشوفك ويعمل لنا طوشه. الله يخليك. حاضر. كل شيء بقضاء. خلقنا تعزى. انت بتوقف لي هون فتح عينا. بسرعة 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 يا وياك ترى عملوا كمين فوق. يلا نشوف. كسرنا الابواب بصير اسمها سرقه موصوفه. ولك اخي كسروا الابواب كلها على مسؤوليتي. واقف عندك. واقف عندك. واقف عندك. والله وعدتك يا عصابه الموت الاحمر. زرت حتى شوف. هات مسدس. زرت هات. لا لا يا رقيب بكري، انا جاي لحتى هنيك على نجاح العمليه اللي خطها، لانه بفضل ذكائك وحنكتك ومهارتك قدرنا نلقي القبض على 10 مجرمين بجريمه موصوفه دفعه واحده. الله يخليك يا سيدي، والحقيقه انا كمان بدي اشكركم، يعني كمان بفضل هالكمين المحكم اللي عملتوه سهلتوا المهمه علينا كثير. تفضل. احترامي سيدي. سيدي في واحد من المجرمين طالب قبلكم. شو بده؟ الموضوع ضروري مهم ما بحكي لغيركم. اوف وشو هالموضوع ضروري بقى؟ خليه يفوت لشوف شو هالموضوع الضروري. حاضر سيدي. فوت. احترام سيدي. شو قد ولا؟ شو قد؟ جنيت؟ العبا بقلبك ما وقحك. لك مين سمح لك تقدم تحية على التغيير؟ سيدي اسمعوني للاخير الاول بعدين نحكي. هات لشوف احكي. هذا يا سيدي طلع من الشباب عجبك لهالكمية اللي أكلناها يا نقيب بكري؟ طلعوا كلهم مخبرين. شو يعني؟ ما في ولا حرامي بيناتهم؟ ولا حرامي. ولك ليش ما بلغتوا أقسامكم ولا؟ سيدي أول شيء ما كان حدا عرفان من بيناتنا إنه البقية مخبرين. كنت أفكر حالي إنه المخبر الوحيد وبس، والباقي طبعاً لصوصه حرامية. بعدين سيدي المعلم بكري، قصدي النقيب بكري، شلحنا كل الموبايلات قبل العملية، مشان هيك ما قدرنا نبلغ. ولك العمى بقلبكم شو حقراء؟ يعني ما لقيتوا غير هالعصابة تنضموا إلها؟ ولك العصابات معبية البلد. سيدنا ما كانت تقبل فينا ولا عصابة. أنا انحبست فترة بعدرا، قلت لحالي بلكي بنضم أو بندس بشي عصابة، ما قدرت وضليت هيك لحتى تعرفت بسيادة النقيب بكري جوا. افتكرته مجرم، عرض علي انضم للعصابة، وافقت فورا.
وانا نفس الشيء سيدي. وانا كمان سيدي. وانا كمان سيدي. معقوله يا نقيب بكري ما تقدر تميز بين المجرم والمواطن بالسجن؟ سيدي انا بالنسبه لي كل مواطن مجرم حتى يثبت العكس. يا حبيبي على هالمنطق. يلا يلا تعرف على اسماء واحد واحد مشان نتاكد منهم. شو اسمك انت؟ المساعد سمير حرقص قسم الادله والتحقيق سيدي. وانت؟ وائل ابطش من قسم التوغل والتعمق سيدي. وانت يا بلال؟ عطوان بازوكا من قسم المداهمة والاختراق سيدي. وانت؟ وليد المغلوب من قسم التحري الخاص سيدي. والنعم. وانت؟ سعيد زخ المطر قسم المطاردة والمتابعة سيدي. الو النقيب بكري. نعم نعم معك. شو الحكي؟ امتى؟ طيب 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 رح نبعث دورية فورا ولا يهمك. الله معك. خير شو فيها رقيب بكري؟ سيدنا سرقت الشركة اللي كنا عاملين فيها الكمين. قال فاتت عليها عصابة مسلحة وألفطوها ألفطة وما خلوا فيها شيء أبدا. يا حبيبي كملت معنا وهالمرة أكيد عصابة حقيقية. نعم سيدي حقيقية. وشو اسمها؟ عصابة الموت الأحمر سيدي.